السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل فاميلي عن جندي اللي هو موجود في الشطرنج. اقول له نيو واختار تمبليت يكون مثلا زي جينيريك موديل، اختار ومتريك. هي بسيطة يعني، سهل ان احنا ندخل نغير اليونت بعد كده. جينيريك موديل اهوت واقول له اوكي. لو انا جاي نبص على الجندي هتلاقي ان هو ممكن تقول شكل بيلف حوالين المركز. فكل اللي احنا هنعمله ان انا هقول له ريفولف، استخدم امر ريفولف. هاجي هنا مثلا هنا على دوت واقول له ان انا عايز ارسم شكل ريفولف، وهو ده الخط بتاعك. هتبدا ترسم الفاميلي بتاعتك اهي، تمام اهو. وانت بقى مهارتك وشطارتك في الرسم. تمام اهوت. ممكن تخلي الحتة الجاية دي مثلا بالشكل دوت، وبعد كده مثلا نقدر نديله مثلا زي قوس كده. وبعد كده ممكن نديله مثلا حس ان ممكن تاخد خط كده. الشكل دوت تمام، خلي ده يكمل كده. والاكس لاين بتاعنا هيبقى بالشكل دوت واقول له اوكي. هيبدا يعملها لي بالشكل دوت. طبعا تقدر تدخل تعدل فيها زي ما انت عايز بحيث انها توصل للشكل اللي انت شايفه كويس يعني. يعني تقدر تتعدل فيها لحد ما توصل شكل كويس، بس هي الفكره كلها هو ده بتاع الشطرنج اهوت. زي ما انت شايف فكرتها بسيطة.